بطل كأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2013 لأول مرة في تاريخه نادي صحم. يقال المجد من يرقى به العالم ويسعى له، وفي نادي صحم شفته على يد المثابر كاس، نعم كاس الشباب اللي صحم من بينهم طاله، كذا التاريخ دونها بعد ما ضقت الأنفاس. 3 سنين تحرثها يده عادل مع رجاله، 3 سنين ما وطى قبل يجني ثراها راس، وثلثها هنياله هنياله هنياله، وثلثها لكل اللي معه بالفعل والإحساس. بهالنادي جميع الأنشطة تثمر وفعالة، لأن اللي بها خطط على الأرض وعلى القرطاس. لذا شكرا لشيخ قد بذل حاله قبل ماله، ويا حظ الذي يسعد بأفعاله جميع الناس. والأفعال الفريق أول علي بن ماجد رسالة، عساي المعمر بفعلك لك الصحة ذخر والباس، كبرت بفعلك وغيرك لبس من هيبتك شالة، وشمر ساعده واصبح على وجه الثران براس. ولنسى وقفة الشيخ الوفي محمود وخصالة كريم، ومدته تصبح على ظهر الحوائج فاس، ولعظة مجلس باتت لذا الإنجاز شغالة. ولشيوخك صحم لأن الشيوخ ما حصلت إساس، وكل اللي سكن أرضك وجند لجلك عياله، نعم نعم يستاهل النادي على كبر الجهود الكاس، نعم نعم يستاهل النادي على كبر الجهود الكاس. سعد اليحمدي.